تحتفل الموصل بعودة الحياة الثقافية إليها من خلال بدء أعمال معرض نينوى الدولي للكتاب والتكنولوجيا الحديثة. هذا الحدث الفريد يجتمع فيه هذه المرة عشاق القراءة والتكنولوجيا ليقدموا تجربة ثقافية غنية ومتنوعة. لأول مرة يقام معرض دولي كبير في مدينة الموصل منذ أكثر من 40 عاما. هذا المعرض هي له من 4 أشهر طبعا، ويتضمن العديد من دور النشر العربية وبعض الدول الأوروبية، أكثر من 110 أدوار نشر في هذا المهرجان الثقافي الكبير، ويحتوي على أكثر من 1.5 مليون عنوان. الشعب العراقي شعب مثقف بحب يقرأ. هي أول مرة بنجي للموصل، ولكن سابقا يعني كان في تعاملات مع كتاب من الموصل، مؤلفين نشروا عنا بدارنا بسوريا، وعم نشوف ثقافة تانية، شعب مثقف حابب يجي يقرأ. يهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع لا سيما الشباب، وتوفير منصة لعرض أحدث الإصدارات. وقد نجح في جذب شخصيات ثقافية بارزة مثل الداعية الإسلامي محمد راتب النابلسي. نخبة طيبة مشاركة بالمعرض، نتمنى لهم التوفيق كلهم، وإن شاء الله يكون يعني المعرض مكرر أكثر من مرة، كل سنة لازم يكون عندنا هذا النشاط بالموصل. عرب زوار المعرض عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، مشيدين بتنوع الكتابة المعروضة وأهمية الفعاليات المصاحبة، كما أكدوا على أهمية مثل هذه المعارض في إثراء الحياة الثقافية لمدينة الموصل. ناس الموصل هي سباقة في القراءة والثقافة والأثر والشعر، هي أكيد متنوعة بثقافتها بقراءتها بعالمها الثقافي والاقتصادي، فأكيد شوف شعب الموصل دائما سباق، وشعب الموصل دائما حاضر في كل ما يخص القراءة والكتابة. من ذات المدينة، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.